أعربت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وآخرها عدد من الطائرات المسيرة التي أطلقت على المناطق الجنوبية من قبل ميليشيا الحوثي. وأوضحت الوزارة بأن استمرار هذه الهجمات العدوانية والإصرار عليها وتصاعد وتيرتها بما تشكله من تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة، وتحديا لجهود المجتمع الدولي وتقويضا لمساعيه الهادفة إلى وضع حد للصراع الدائري في اليمن، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي، تؤكد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمحاسبة مرتكبيها وفق قواعد القوانين المشار إليها وبما يحفظ الأمن والسلم الدوليين. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.